أكثر من 10 أيام مرت بعد مقتل موظف الحزب الديمقراطي سيث ريتش، لكن الشرطة قالت إنها لم تعثر بعد على مشتبه به. ريتش هو محلل بيانات يهودي من اللجنة الوطنية الديمقراطية، وكان يعمل على توسيع محطة الاقتراع، وقد قتل بالرصاص بينما كان في طريقه إلى البيت في واشنطن في 10 من يوليو الجاري. وقالت الشرطة لوالديه إنهم يعتقدون أن مقتله نتيجة لعملية سطو فاشلة، على الرغم من أن قاتله لم يأخذ حقيبته ولا هاتفه المحمول. هذا ورصدت الشرطة مكافأة تقدر ب50,000 دولار لكل ما يدلي بأي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال القاتل، وذلك بدل قيمة 25,000 دولار التي رصدت مباشرة بعد مقتله.